أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا نار كويت بيكفي هالجرح تجريح من حق المقهور يعني مصاريكي اللي انسرقوا مليون ليرة ومعن سيرتك ولكن عن أبو المصاري وجوزك قديش كان حاطت مصاري بالبيت؟ ما بعرف بس أكيد مو مبلغ كبير لأنه بيحط مصاري بالبنك. البيت عيناه كله، ما في أثر لا لخلع ولا لكسر، يعني البيت انفتح بمفاتيحه. لمين عطي المفاتيح؟ ولا لحدا، هدول هن كل مفاتيحي دائما بايدي ما بتركهن ابدا. وزوجك ما بتعرفي اذا كان عاطي المفاتيح لحدا؟ ما بظن. بعدين ليش لا يعطيهم مفاتيح البيت؟ يعني لامه لاخته لاخوه؟ لا، المرحوم كان يتيم وما له غير قرايبينه، حدا بيعطي مفاتيحه لقرايبينه. برافو عليكم. طع ماما ابنك؟ بس مو من المرحوم. سامر عمو نام إذ مات. شو؟ كيف؟ قتلوا يا سامر، قتلوه هو نايم بفرجته. مين هدول اللي قتلوه؟ عود يا ابني عود.
لكان قلت لي انكم بالبيت ما بتستعملوا الكاز؟ ابدا، بحياتنا ما فوتنا على بيتنا. لكان انينه الكاز اللي لقيناها لمين؟ ما بعرف. يعني بجوز المرحوم جايبها وبدون ما يقول لك. بجوز، ما بعرف. على كل رح نرفع البصمات عن الانينه اذا كان عليها بصمات. انت كنت بالشغل يا سامر؟ لا، انا كنت بحمص. مشان هيك تركت المرحوم لحاله بالبيت ونمت عند بنتي. وعند مين كنت بحمص؟ كنت عند رفيقي ماهر. وماهر ساكن لحاله ولا مع اهله؟ لا، معه اهله. ماشي. طيب لو سمحت عطي رقم تليفون اهله للملازم احمد. شوفي يعني انا لهلا ما فهمت. شوفي حرامي سرقوا البيت وقتلوا جوز امك. وامتى صار الشيء؟ امتى يعني؟ بالليل والناس نايمين. قشوا كل شيء، ما تركوا شيء، لا صيغه ولا مصاري. طيب قشوا كل شيء، بس ليش لقيتوا الزلمه؟ ظاهر حس عليهم، خلصوا عليه. ماشي، طيب رقم رفيقي اللي بحمص، انتوا ليش بدكم اياه؟ يعني شو بفيدكم؟ مجرد اجراءات شكليه. ايه انت سيرينا؟ في عندك شيء بدك تقولي؟ انا؟ يعني قصدي بتشكي بحدا يكون عامل العمله؟ بمين بدي شك؟ طيب ست رجاء، مفاتيح البيت بتعطيها لبنتك لينا احيانا؟ لا. طب لابنك سامر؟ كمان لا. يعني وقت بدي روح مشوار بضل المفاتيح بشنتايتي، ووقت بفوت على بيت ولادي بضلوا معي. طب ما ضاعوا منك شي مره ولقيتيهم بعدين؟ طيب مدام، فينا نحكي شوي لحالنا؟ روحوا ماما انتوا على البيت، انا هلا بلحقكم. لا، اليوم وشك منور يا ابو نزار. فعلا رادد وحليان. رادد ايه، اما حليان منين؟ هذا الشيء نحن بنحكم عليه مو انت. مزبوط خالي ام يوسف؟ الحمد لله، ابو نزار على طول من حسن لاحسن. ليش انت شبكي؟ ما شاء الله عليكي، كل بالك عم تصغري. يا سيدي ام يوسف بتخاف عليك كوميان. يب، ما احلاني ما خاف عليه. انا ما بدي اياكي تخافي علي، بدي اياكي تحبيني. ايه عمي ابو نزار، انا والبابا رايحين على المطعم نطمن على الشغل. وبطريقنا بدنا نمرق على البيت نص زريعات. بتحب تروح معنا تشوف كيف الشغل؟ لا لا، انا في عندي مشوار على المصنع وبعدين بلحقكم. شرف بابا. يلا يلا بخاطركم. مع السلامه. بامان الله، مع السلامه. اهلا اهلا استاذ بسام، زارتنا البركة بابا. قلت لحالي نسيتنا، ما عاود تتذكرنا وتتذكر المعمل بعد كل هالمدة. معك حق. طمني، شو أخبار صاحبك نوار؟ نوار سافر على سويسرا. يعني راح يتعالج؟ راح يعمل نقاهة، أو يمكن راح يموت هنيك بعيد عن الناس اللي بيعرفوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه بابا، أنا حابب أحكي معك بموضوع وبترجاك تتفهمني. خير يا بابا. بابا أنا ما بقى بدي إياك بالمعمل، بدي إياك تقعد بالبيت أنت وماما، تروحوا وتجوا وتشموا هوا كل يوم، وأنا بقعد هون بالمعمل وبديره كأنك موجود. بابا أنا المفروض رايحك من 3 سنين على الأقل، بس مثل ما بيقولوا كنت ضايع وما لي عرفان شو بدي. شو بابا؟ بدك ياني اقعد بالبيت انا وامك؟ شو شايفني ختيرت؟ اعوذ بالله، ما شاء الله انت اقوى مني بابا. لكن ليش بدك تحيني على التقاعد من هلا؟ بابا انا بدي ريحك، لانك بتستاهل الراحه بعد كل هالتعب. صحيح تاخرت عليك بس يعني هلا صحيت. ايه بابا، انا هلا عشت، او فيك تقول هلا خلقت من جديد، لهيك انا بحاجه لحياه جديده عيشها مثل الحياة التافهة اللي كنت عايشها. إذا اللي عم تقوله يا بابا من قلبي. بابا من أكثر من قلبي، من قناعتي بأنه الواحد يبي يعيش حياته نظيفة
يا اما بلا وبلاها. مرض نوار هو اللي قلبك ما هيك؟ مرض نوار قتلني بابا، بس انا ما رضيت موت. شو قلت بابا؟ بابا طالما اوتي لساها موجوده والحمد لله رب العالمين، طمن بالك راح تمن وياك بهالمعمل كتف بكتف، بس على شرط ما بتتعب حالك بنوم. الله يرضى عليك ويصلحك ويهديك. طولت الماما. ماما ليش تأخرتي كل هالقد؟ كانوا عم يسألوني وجاوبوا. شو سألوكي؟ سألوني عنك وعن أبوك وعن كل اللي بيفوتوا لعنا وبيطلعوا، وعن خاله وعمته، وأخذوا هويتي وهوية المرحوم وصورتك وصورة لينا. صورتي؟ معقول؟ معقول باليوم الوحيد اللي بتركه لحاله فيه ابن البيت يموت؟ لك يا ريت انكسرت رجلي وما تركت لحاله. أنا السبب، أنا اللي أصريت أنك تنامي عندي. لك يا حبيبتي لو كانت ماما عنده ما كان قتلوها كمان. بعيد الشر عنا. مزبوط ماما ولا لا؟ يعني يمكن ربنا هو أرادك أنك تنامي عنا مشان ما. المهم أنه راح يا سامر، راح وهو بعض شباب، راح بدون ما يفرح، راح بدون ما يعرف أني حامل. ليش أنتي كنت مخليت له إياها مفاجأة بس ما لحقت. العمى أكيد بابا. ليش؟ أنا اتصلت فيه على الوظيفة وخبرته. مرحبا. لا مر لك يا أم سامر. شكرا. أهلين بابا. أهلين حبيبي. تفضل يا خالي. مرحبا أبو ياسين. أهلين وسهلين. أهلين أبو ياسين. خير شو في؟ رامز الفرة جاركم بالبناية. شبه؟ انقتل. لا يا رجل لا تقولها. حرامية فاتوا لعنده على البيت سرقوه وقتلوه. ومرته؟ مرته كانت نايمة عند بنتها الصغيرة والله سترهم كتب لعمر جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قلت لك حيستفيد إذا تركناهم لحالهم؟ مثل مالك شايفة إبني أبو يوسف داني وأبو نزار يعني ما عاد تنحمة الأول، بقى إذا كانوا بدهم يتفاهموا ويتصافوا وهي فرصته. بس بتعرف إذا عملوها بتكون شغلة كتير حلوة، يعني واحد مثل أبو نزار يتجوز الخادمة اللي عنده. بتصير لك ابني، بتصير بالدنيا بصير كل شيء. بس إذا صار هالشي رح كون أسعد إنسان بالدنيا. وأنا مثلك لك ابني، لأن أبو نزار وأم يوسف طيبين وبالساهل. مو هيك قصدي، قصدي لولاي ما كان فكر أبو نزار بالزواج كله. أيوة هلأ تذكرت، أنت حاكيتني بهيك شي بعدين سكت وما عاد كملت. بس اللي بدي أفهمه منك أنت شلون فوت براس أبو نزار موضوع الزواج؟ بس بشرط تذكرني بدكتور بيمرق لعنده. أنا دكتور؟ وليش الدكتور؟ أبو نزار هلا انت بدك تتجوزني بس لانه ناوي تتجوز؟ يعني لو انه الزواج انا اخذ عقلي، فكرك ما كنت تزوجت من زمان؟ ليش قليل البنات اللي كانوا بحياتي؟ ها؟ لا اكثر من هيك رح اقول لك، انا انعرض علي بنات كثير. معناته لاني انا اخذ عقلك. يعني فيك تقولي هيك شيء؟ يعني حاببني؟ قديش حاببني؟ يعني بدك تقولي قد الدنيا. منيح هيك؟ اي منيح. ابو نزار صحيح انا هلا حبك الاول؟ الاول يعني شوفي انا صريح معك بجوز ما يكون الاول بس اكيد هو الاخير لانه ما صفي بالعمر شيء. ما بتعرف بجوز يصفى كتير. بيكون من حظي وحظك. يوسف خليكي صريحة معي، انت تحبيني؟ يعني انا بدي اجرب حبك.
يعني مهم انه موافقه ما؟ الله العليم الله العليم رح وافق. وانا الله العليم الله العليم شايف حالي رح اصغر 20 سنه. بالمناسبة عم تاخدي بالفيتامينات؟ يا سيدي المطربان صار نصه. عظيم. بس انت ما تنسى تجيب واحد بدال اللي انكسر. بدال اللي انكسر رح اجيب 25 واحد وصفهم على رف المطبخ هيك ولونهم كل واحد لون وحط على كل واحد يوم. ان شاء الله الامر لكم يا ام سامر. سلم عمرك. حقيقة ما بعرف شو بدي احكي. بتقدري تعتبريني اخ او صديق مثل ما بتحبي وانا جاهز لاي خدمة. ما بدي غير سلامتك. يعني كنت عم اقول بما انه سرقوا لك المصاري اللي عندك ومعاملة حصر القرص رح تاخذ وقت كثير. فانا بقول هي ابني سامر عم يشتغل وانا رح ارجع اقعد مع اولادي واللي بيصير عليهم بيصير علي. والله ما رح ينسانا. ان شاء الله يا ماما بعوضك عن كل شيء. طيب العمر لك ام سامر. تسلمي شرفته. يلا ان شاء الله خاتمة الاحزان يا جماعة. ديروا بالك على ابنكم. مع السلامة بابا. شرفتي خالي. تسلمي حبيبتي. الله معك. ماما انا واصل مشوار صغير وراجع. سامر معقول تطلع من البيت امك بهالحالة؟ ماما ما حطول انا شغلت نص ساعة. قلبي معك. خليك معي سامر. أنا محتاجتك. اطمن الحالة مستقرة. لأمتى؟ شو لأمتى؟ شو أنا نوار؟ مجرد سؤال. قلت لك الحالة مستقرة ما في شي جديد. لو سمح الدكتور. تركينا لحالنا يا منير. ما عاد قدر. بدي أعرف ابني إيه ده بده يموت. أنا بعرف إنه ما عاد إنس. بعرف. حكي يا دكتور لا تخبي شي عنا. خبي على أبوه بس علي أنا. علي أنا لا تخبي. الله يخليك الله يخليك. للأسف يا جماعة الأورام بلشت تطلع على جسمه. هذا اللي طالع بجسمه ورام. والفطر يلي بتمه ورام. ولي على قامتي ولي على قامتي ولي على قامتي. يعني علم هالشي عند رب العالمين وأنا ما بقدر أقول غير هيك لأني فعلا ما بعرف إمتى. أكلتها بعيونك؟ أكلت أكل؟ ولك وحدة ترملت هلأ وفي بيني وبينها 10 عمر. ما بدك كاني أشفق عليها؟ ما بدك كاني واسيها؟ بأمارة شو؟ بأمارة إنك لسه بتحبها؟ يعني البراسك مصرة يضل براسك. عصام أنا ماني هبلة. أنت لهجتك كانت مع مو لهجة واحد شفقان عليها وما كنت عم تطلع عليها شفقة. أنت كنت عم تقلها كأنك مستعد ترجعها. ما شاء الله حولك. هلأ هيك فهمتي من تطليعاتي ولهجتي؟ عصام خليك صريح. لو مرة واحدة بحياتك انت لسه نفسك فيها؟ لا مبلا. ايه مبلا مبلا مثل ما بدك. يعني في احتمال ترجعها؟ مو هذا بدك تسمعي. ويا ستي انا ما راح خجلك. اذا بدك ترجع اهلا وسهلا فيها. طلقني يا عصام طلقني. انا طول قعدتي معك عندها لفتة واحدة ما التفت لي. انا مكمل عدد. انا اميرة محجوب. انت اللي حفيت لقبل تاخدك. طلقني بترتاح. اصلا التفاهم بيناتنا معدوم. وانا هيك عم بقول. بريني
واعطيني حصتك من البيت وانا مستعد طلقك. انا مستعد ابريك، بس حصة البيت لا، انا رح اضل ساكنة فيه، وقت اللي بيعه خد نص حقه. ما حذرتي عصام، انا ما عندي بيت، بس انت بيتك لسه موجود. انا البيت اللي عندي مو لي، هذا لسامر ولينا لاولادي. حيرجع لك طالما حترجع امه لعصمتك. طيب طيب بسيط، خلص انا رح شوف المحامي ومنعود منحكي. امتى؟ امتى ما بدك. ادم انت اللي قتلته ها؟ خليك انزلتي. ليش؟ مو انت هيك بدك؟ ولك انا شو قتلته؟ انت قتلنا، ربطوه وخلوه يشوفكم انتوا عم تسرقوا. ليش؟ مشان تذلوه. ولك تربطوه مو تقتلوه. ايه ومشان هيك، مشان ربطه قتلته. مزبوط الحكي سامر، لانه قتل اجى رامز يعني هو كان متسطح على ظهره، عرفت شلون؟ اجى لعنده حدا قرب عليه، ام رامز يعني مسكه، ام حط ايده على تمه مشان ما يصرخ. لك شافني وعرفني، بدك وعايش يعني؟ لك بعدين هيك مو احسن لك؟ كيف يعني احسن لي؟ هي امك رجعت لك، مو هذا اللي بدك اياه؟ لك بس القتل، القتل شغله كبيره يا اكرام. لا كبير ولا شيء، طالما يا روح ما بعدك روح. بعدين يعني اذا انقبشنا اكيد حتروح معنا. طيب وانت الكاز، اذا ما حرقتوا البيت ليش تركتوا هنيك؟ هنيك الكاز؟ لك تهدي؟ انت ما طلعت معك هنيك الكاز؟ ليش انا صفي دم بوشي حتى فك هنيك الكاز؟ بتعرفوا انهم اخذوا البصمات على القنينه؟ وبصماتك عليها؟ انا مسحتها قبل ما احطها بالكيس، الباقي عليكم. انا ما دقرتها. وانا كمان حملت هيو بالكيس، يعني ما لقيتها من بنو. انا رايي حاجتنا لهون وبس، لازم نتقاسم كل واحد ربع على سبيله. وليش لحتى نتقاسم؟ ليش ما بنشغل مصرياتنا مع بعضنا مثل ما اتفقنا؟ لا اخي، كل واحد بياخذ نصيبه وبيستفل منه لحاله. ايوه ايوه يلا فهمت عليك، معناتها بعد ما وصلت للي بدك اياه ما عاد بدك حدا منا. كيف ما بدك تحسب حسابها؟ بتكون ضلوا مع بعض واصطفلوا منكم لبعض. انا اعتبروني من هلا برا، انا مضطر امشي هلا لانه امي حالتها بالويل. صحيح، بتجهزوا بكره كل شيء، انا بمر لعندكم بكره الظهر، نتقاسم كل واحد بياخذ نصيبه ويتوكل. حتلاقينا عم نستناك، نصيبك جاهز. حبيبي نهى اول وحدة. عمو انت عم تضيفنا؟ طبعا حبيبي، مو انتو ضيوفي. لك يسلموا ايدي. تفضل تفضل. الله يسعدك اخي يا ابو نزار. تفضل. يعني لهلا يا ابو نزار ما فهمنا شو سر هالجمعه المفاجئه. خير اوام مليتوا مني؟ ليش انت بينمل منك يا ابو نزار؟ عمو انت ما في منك. عمو بكم تحكوا شي مهم ولا اطلع عجلاني لا؟ يا ستي فيكي تطلعي عجلاني انت وناديه وتلعبوا هني. انا ما بدي العب. ولا انا. ما بدك؟ طيب شو عليك؟ خليكي حبيبي. يعني يا عمو اذا بدك تصير فضولنا اسرته مش الحال، احكي بقى. ايه هلا انت امتى خطبتك انت ونوال؟ اخي خطبه ما في، عرس فرد مره، شامل وباسمه وبسام ونوال. اه ايوه فهمت عليكم، يعني بدكم تصمدوا عريسين وعروستين هيك. والله نحن هيك فكرنا، انت شو رايك اخي؟ والله بصراحه انا رايي يعني ثلاث عرسان وثلاث عرايس يعني بيكونوا احلى واوجب. يعني شامل وباسمة على اليمين، وبسام ونوال على اليسار، وبالنص انا وعروستي. ايه شو يعني ما بيطلع لي ولا ما بستاهل؟ انت اللي بتستاهل يا ابو نزار، وندرا علي اذا عملت لا ارقص بعرسك. ما دام يا ابو نزار رح ترقص بعرس نوال بنتك معناتها رح ترقص بعرسي. ومين سعيد الحظ؟ يعني مين بده يكون يعني؟ طبعا زهره. مين زهره؟ مين زهره؟ ما بيعرفوا حبيبتي. قعدي هون حتى قال لهم مين زهرة. زهرة بتكون
أم يوسف هالأمر اللي قاعد بيناتكم شبكن حاولتوا؟ ما ونحن واحد مثلك وبقدرك وبقيمتك يتجوز خدامي. لا 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 يا يوسف لا، أنت مو خدامي، أنت ست هالبيت. يوسف يعني نحن ما قصدنا أكيد يعني لا ما لي شيء. لا تكابروا الله يخليكم، هالشي بين على وجوهكم كلياتكم حتى على وش نوع. أنا لا، أنا بحبك إلك ولعمو رأفات. عفوا منك يا ست أم يوسف، هذا الشيء اللي صار على وجوهنا هو مفاجأة ودهشة وإعجاب. الله يسامحك يا أم يوسف، ليش في حدا من كل هالقاعدين ما بيحبك وبيحلف بحياتك؟ صدقيني يا أم يوسف، إنكم مناسبين لبعض بطريقة مدهشة. إن شاء الله ألف مبروك يا أم يوسف، ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك يا أم يوسف. مبروك يا أم يوسف. شو؟ اللي ما في مبروك يعني؟ شو نوها؟ إن شاء الله ألف 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 مبروك. شو بكي ماما؟ معقول؟ معقول أبوك يعملها؟ يعمل شو؟ معقول يكون هو اللي هو اللي قتل جوزك؟ ماما أنت شو عم تقولي؟ لأنه كان ضد زواجي كله، بعدين راح لعند المرحوم على المحل. ليش أنا وسامر ما كنا ضده؟ أنت لا، بس سامر كان ضده. معقول تكون أنت اللي ماما؟ لوين عليك راح؟ يلي قتل رامز كان قصده يحرمني منه. ماما اللي قتلوا رامز حرامية، فاتوا ليسرقوا البيت، حس عليهم مشان ما يفضحون قتلوا، هي هي كل القصة. طيب ومنين جابوا المفاتيح؟ هلا انت صدقتي الشرطة انه الباب مفتوح بالمفتاح؟ هن اللي بيعرفوا انه أدخن باب بينفتح بسلك معدني صغير، ولا ما بتشوفيهم بالأفلام؟ يعني والله اليوم فعلا يا عمو انت فاجأتنا جميعا، بس الحقيقة متعبنا من قلبك؟ صدقني من قلبي. طيب اللي انت بدك تضل عند بابا تشتغل معه بالوكالة ولا في براسك شيء مشاريع تانية؟ لا هلا منيح بالوكالة. كون صريح معي اذا كان في مشاريع تانية اللي، لانه انا وعدتك انت ونوال. يعني اذا بتفتح له مطعم مثل شامل وفاء. لك اخي ليش عم سكتها؟ مرتك حكيت عين العقل. شو بسام، انا ما فيني اشتري لك مطعم جديد لانه مري ناوي يساوي سلسله مطاعم، لكن بتقدر انت وشامل تديروا المطعم اللي اشتريناه. يعني بصير هو وشامل شركه؟ تماما شراكه. لا ما معلش، يعني انا بالنسبه لي شغل المطاعم ما بفهم كثير. خلاص هي الشغله اترك علي، نقعد جلستين ثلاثه وما بنفتح المطعم غير بتكون مثلي واحسن. ها شفت؟ طيب خلوني افكر بالموضوع شوي. طيب انا بستاذن اخي ابو نزار. شامل اصبح على خير، خذ سيارة ووصل عمك ابو يزن هو وعائلته. يلا اصبح على خير. باي باي. مع السلامة. ايه بقى تقلي عن السوق هاي. تفضل بابا تفضل. يلا اصبح على خير. باي باي. سلامة. بألف خير. مع السلامة. تعال شو لازم اعمل فيك انا؟ ولا شيء. معقول انت تحرجني قدام كل هالناس؟ طب كنت لاقي لك طريقة تانية وأنا خليني بعيدة. خليكي بعيدة؟ أنت اللي لازم تكوني قريبة. أنت بتعرفي ليش أنا ضيفت الشراب معك؟ لحتى يحسوا كلياتهم إنه أنا وأنت واحد. شوفي زهرة، أنت كنتي خايفة إنه هن ما يوافقوا، مشان هيك أنا جمعتهم حتى تسمعي بإذنك وتشوفي بعينك إنه موافقين. ارتحتي هلا؟ ارتحت. أبو نزار تعرف هاي الفكرة إنه تجوزوا أنتوا ثلاثة بليلة واحدة بتطير العقل. شلوني معك؟ لا بدنا نقعد بالنص كمان مشان العين. يو أبو نزار عقبال البكاري. مين بيعرف بجوز يصير أب؟ يا رب يا رب. وهي حصلت كل واحد فينا من المصاري، أما هاي الصيغة اللي يجي سامر بكرة منقسمها قدامه. يعني انت بدك تاخذ حصتك مثله وتمشي ما هيك؟ بزمتي احسن يا ابو كريم. بعدين طالما نحن رافدين لهلا اخي خلي كل واحد يشق طريقه لحاله، شو المشكله؟ انت ليش مرجع راسك؟ بعدين بدي لك شغله، هلا ببالك نحن رح نقطع بعض؟ لا
رح نضل صحبين. يعني هلا اذا شغلنا مصرياتنا بمشروع واحد مو احسننا؟ اخي كل واحد يصفل بحاله، والله احسن. يعني مثل ما قال سامر. اكرام شبك ما تبقى البحصه اللي بتمك تخلص. زهدي بضميرك اقصد انه سامر يقاسمنا على كل هالمصاري والصيغة هدول؟ نصهم سرقناهم لما كان عماد، يعني سامر ما كان موجود معنا. ايه شو ايه؟ يعني الاصول انه سامر يقاسمنا على الشيء اللي كان موجود معنا فيه وبس. لك ايه مزبوط كلامها، بس انت كنت موجود وقت المرفوع عماد قال له لسامر انه اذا اشتغل معنا بيشاركنا بكل شيء، يعني شريك معنا بكل شيء بنملكه. هذا الشيء كان معه حق فيه بس. ايه بس وقت انت وافقت قبلي. صحيح. بس بتعرف ليش انا وقتها وافقت قبلك؟ لانه كنت مفكر انه سامر بني ادم. اخ يا واطي، كنت مفكر سامر بني ادم؟ ولا حاط عينك على هالطفله؟ شو قلت زهدي؟ ما بعرف، انت بشو عم تفكر؟ هذا سؤال لك زهدي، هذا سؤال. شو عم فكر يعني؟ عم فكر بالحق، عم فكر بمصلحتنا. يعني هلا اذا قمنا الشيء اللي ما تعب فيه سامر، حصتي وحصتك رح يتضاعفوا. اخي سامر ما رح يقبل. بجوز تريك موضوع سامر علي، انا بمسكه وبقنعه، شو بدك انت بالقصة؟ ولك اخي سامر ما رح يقبل، انا بعرفه منيح. بعدين انا ما رح اطلع قدامه صغير وبلحس كلامي. طيب اسمع لي، لك لما بيجي لاحكي انا وياه انت كيف ما غياب وانا بحاول اقنعه، اذا قبل كان بها، ما قبل ياخذ حصه وينقلع. ما بعرف اذا هيك ما عندي مانع. وهذا اللي بدي اياه، انك تتركنا انا وياه لحالنا. بعتت رفقاتك يضربوه؟ يضربوا مين؟ رامز الفرة يضربوا مين؟ ليش رامز الفرة كالقتلة؟ سامر تحبوا نحكي بالمهر؟ سامر سيد سامر، واضح انك مالك موافق على هالزواج. طبعا مو موافق، بس القرار مو بيدي. لا لهالدرجة لا. انت من اليوم ورايح انت وعم رامز اهلي، انا بختلينا ما انا غيركم. سامحيني، خلينا نطلع نقعد على البلكون. طيب معقول يكون وقت راح يجيب القهوة اخذ المفاتيح معه ونسخ عنه؟ مين هدول رفقاتي؟ الهام وزهدي وعماد. اخذ المفاتيح معه ونسخ عنه وعطى النسخة لرفقاته وسافر هو على حمص حتى ما خير. ماما ماما لينا، بدي أسألك سؤال وبتمنى أنك تكوني صريحة معي وصريحة كتير. وقت ترجيتيني نام عندك الليلة اللي انقتل فيها رامز، هذا الطلب كان منك ولا من أخوك سامر؟ ماما أنت ليش عم تسألي؟ خليكي صريحة معي.
بصراحة ماما أنا كثير كان جاي عبالي تنامي عندي، بس كمان سامر أكد علي هالشي. نومتي عندك طلعت بالأول منك ولا منه؟ منه، وقال لي إذا بتقبلي تنامي عندي هالليلة رح يجيب لي هدية، وفعلا جاب لي الهدية. ليش يا سامر ليش؟ ليش وانت طلعت من هذا البطن؟ انتبه معي أحمد، الأم تجوزت من المرحوم رامز بعد طلاقة من زوجها عصام، وزواج الأخير من واحدة تانية. رجاء قالت أنه طليقها زعل كتير لما تزوجت، وسامر كمان ما كان موافق على زواج أمه من المرحوم. يعني سامر له مصلحة بموت رامز مثل عصام. بتظن واحد منهم هو القاتل؟ سامر كان بحمص وقت ارتكاب الجريمة، وتأكدنا من هالشي من المفرز اللي بحمص. بقي عصام؟ لا، ضل سامر. ما فهمت سيدي. عصام صعب يحصل على المفاتيح، لكن سامر باعتبار أمه بتتردد عليهم بيقدر ياخذ المفاتيح ويعمل عليهم نسخة ويرجعهم من غير ما أمه تحس. قصدك سيدي إنه سامر عطى المفاتيح لواحد تاني وكلفه بقتله وسافر على حمص؟ تماما مثل قضية العجوز ابتهال. كمان حفيدة أعطى المفاتيح لرفقاته ليسرقوا بيتها، وراح هو نام ببيت خاله. وقتها سرقوا البيت بس ما قتلوا ابتهال، لأنه العجوز ما حست عليهم. لو حست عليهم يمكن كانوا قتلوها. قصدك أنه المرحوم حس عليهم مشان هيك قتلوه؟ بالضبط. لو كانت الغاية هي القتل كانوا سرقوا أي شغلة ومشوا، لحتى نظن أنه الجريمة جريمة سرقة، وأنه القتل صار صدفة أو غصب عنه. بس إذا أنت لاحظت ما تركوا درج ما فتحوه، ما تركوا قرنة بالبيت وما فتشوا فيها، حتى أخذوا كل شيء مصاري وصيغة، وكأنهم بيعرفوا أنه في بالبيت مصاري وصيغة. ولا يمكن يعرفوا هالشي إلا إذا حدا قايل لهم ومأكد لهم. سامر لك شوف أنا عقلي وين راح. طريقة سرقة البيت نفس الطريقة اللي كانت تتبع العصابة بسرقة البيوت والمحلات، لا بصمات ولا آثار. لك حتى قنينة الكاز ماسحين عنا البصمات. يعني فكرك سيدي إنه اللي سرقوا بيت رامز وقتلوه هن نفس العصابة اللي كان عماد واحد منا؟ جايز ولا مو جايز؟ بتسمح لي بصورة سامر سيدي لنتأكد؟ كيف؟ بدي فرجيها لأبو راشد. ماشي، معقول جدا. ألو. مرحبا عمو، أنا بسام. أهلين يا ابني، كيف صحتك عمو؟ الحمد لله. طمني كيف صارت صحة نوار؟ إن شاء الله أحسن. يعني الجو بسويسرا ناسبه؟ كتير، حتى أنه عم يفكر ما يرجع لهون. طيب عمو عم تحكوا معه؟ كل يوم. طيب إذا بتريد عمو في مجال تعطيني رقم تليفونه هنيك بس مشان أطمن عليه. يا ابني المكالمات لهنيك غالية كتير، ووقت عم نطلبه عم يقعدوا نص ساعة ليعطونا اياه. خلص أنا بخليه يتصل فيك. كون ممنونك عمو، أمانة تسلم عليه كتير. حاضر عمو حاضر، مع السلامة. بيسلم عليك بس. ها هذا هو مراد اللي عرفني عليه. أكيد مثل ماني شايفك. معناتها قربت طلعتك من هون من دمك لباب السماء. ولك عندي راديو فيليبس موديل 30 انتيكا، لا تنساني سيادتي ملازم دخيلك.
تريدي شي ماما؟ وين رايح؟ واصل شوي لعند رفقاتي. ماما بترجاكي بترجاكي تنسي اللي صار، لانه هي ارادة الله. شو بدنا نساوي؟ كيف رفقاتك؟ ماشي حالهم. المشكلة اني اذا حكيت للمقدم رح ياخدوا سامر قبلك منه، بس حرام حرام يقتلوه هو بزهرة شبابه. لا يا سامر لا. شو جبلك معي ماما؟ والله نظرتك مليانة شك، يا ترى حاسة انه اليد بموت زوجك؟ في شي ماما؟ سامر انت بتحبني، انت ما كنت تحب المرحوم بس بتحبني؟ ماما شو السؤال؟ اذا بتحبني بتقلي الحقيقة. انو حقيقة؟ ماما؟ مرحبا سامر. اهلا وسهلا. انا اسف جيت بدون موعد. تشرف البيت بيتك، تفضل. مرحبا سامر. اهلا وسهلا. كيف صرتي؟ الحمد لله. الله يبارك لي شغل عليك. تسلم. في اي خدمه ممكن اقدم لك اياها؟ سامر عاوزك. أنا بدي طلق أميرة. ليش؟ لك أنا من أصله ما كان لازم يتجوز، يا أخي أنا غلطت وبدي صلح غلطي. بابا يعني عم تفكر ترجع ماما؟ بتقبل؟ هلأ صارت بتقبل، وأحسن شيء بتعملوه إنكم ترجعوا لبعض. هلأ أنت واثق إنه بترجع؟ لأنه بناء على كلامك أنا أكيد رح طلق أميرة. بابا، ماما قبل ما تكتشف إنك متزوج كان منعينا إنه ترجع، وهلأ ما في شيء بيمنعها إنه ترجع إذا طلقت أميرة. بدك يعني أسألها قدامك؟ هلأ؟ وبالظرف اللي هي فيه؟ يعني إذا كنت شاكك. لك لسه مبارح مات زوجها رجل معقولة؟ بس إذا كنت واثق لهالدرجة أنت. واثق واثق، بس على أساس أنه ما ترجعوا تتناقروا مثل الأول. أعوذ بالله، لك أنا ناوي أفتح صفحة جديدة. وهي الثانية عندها نفس النية. يعني طلق. على كفالتي طلق. خلص. المهم تطلقها وبعدين منشوف. بابا؟ أنا عندي مشوار كتير ضروري ولازم أطلع. ماشي نروح سوا، لأنه مو معقول ضل معها هون لحالي بالبيت. بس هيك بدون ما تشرب شي؟ لك لحين لك سامر لحين. يلا بإذنك سامر. وصي شي ماما؟ خليك شوي عاوزتك. تأخرت على رفقاتي، في كم شغلة لازم نعملها. بس نرجع نحكي، يلا سلام. هو سيدي. سامر هو مراد اللي اجى مع عبده عزيز لعند ابو راشد. يعني سامر سيدي هو واحد من افراد العصابه اللي نحن عم ندور عليها. معناته بقيه العصابه هي اللي سرقت بيت رامز وقتلته. ما في مجال للشك سيدي. بسرعه بتاخذ قوه بتجيب سامر من بيته، واذا ما لقيته بتستنوه ليرجع بدون ما تعرف امه شو القصه. حاضر سيدي. احمد، عامل اللي بيشتغل عند ابو راشد لسه ما رجع على بيته. سيدي بعت الرقيب عمر على الضيعه يجيبه ومعه الاوامر. استنى انا رايح. عند الولاد. خلينا نخلص عصام. رح نخلص. شهرين بضاعة وبتصيري حرة. شهرين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ مثل ما بدي. ثلاثة أربعة على راحتك. لبين ما تخلص رجع عدتها وترجعها ما؟ والله ما رح تحلم بهالشي. هلا بدك تطلقني؟ هلا يعني هلا مو المساء؟ اي طولي بالك طولي بالك، كل شي بوقته حلو. انت مو مجهز ورقة المخالعة؟
جيب اثنين شهود وخلينا نخلص. رح نخلص رح نخلص، بس وقت اللي بدي انا مو انتي. عصام طليني. لك شو جنيتي؟ اوه ضرب يا طليني هلا يا بديك بحالي. لك اذا طلقتك وطلعت من البيت وين بدي روح؟ على الاوتيل. يا حبيبي ما بتتذكر وقت اللي طلعت رجاء؟ كيف قعدت بالاوتيل لبين ما تزوجنا؟ رجع على الاوتيل واستنى رجاء لا تخلص عدتها. يا امير طولي طلقني. عرفتوا القاتل؟ طمني رح نعرفه، بس نحن جايين نشرب فنجان قهوة عندك ونسألك كم سؤال. أهلا وسهلا. مشان الله ما توازينا مدام. تفضل. أنت لحالك من بيت ست رجاء؟ أي والله. بنتي لينا بالمدرسة وابني راح على شغله. تصوري أنا حتى نسيت أسألك شو بيشتغل ابني؟ ابني بيشتغل مندوب مبيعات، يعني بياخد بضاعة وبيوزعها المحلات وإله نسبة من الأرباح. شغلة ممتازة. إيه ست رجاء، نحن يمكن نطول عندك شوي وإن شاء الله ما تتضايقي منا. طالما عم تقوموا بواجبكم ليش لا أتضايق؟ شايفك مستعجل. والله يا شريك ما عم بقدر أترك أمي لحالها بهالفترة. إيه أبو سمرة الله يرضى عليك دبايك لأمك، خيو الأم ما في أغلى منا شو هالحكي هذا. يعني بس لو تاخد حصتك ما عاد نشوفك؟ لا بصير. نسيت أنها رفقة؟ ما نسيت. إيه ولا أنا. مسيك هي حصتك من المصاري. شو؟ مزبوط المبلغ؟ مزبوط. طيب هاي الصيغة قدام عينك قسمها انت علينا بمعرفتك. في شغله سامر بدي احكيها معك قبل ما تمشي. ها شو جعت؟ انا رايح اكل شباب. راضي يا اخي هلا عم نحكي بعدين بتاكل. يا اخي عصافير بطنها بتزقزق، يعني معدتي عم تاكلني، مين بياكل معي؟ اخي كلياتنا بناكل. لا انا لا تحسبوا حسابي. قوم روح جيبهم، بده ياكل غصب عنه. قوم. طبعا بده ياكل. سامر خليك حتى ارجع. ايه ما بتاخرنا. لا تطول. ايه خليك ناطرني. يلا سلام. يا سامر انا وزيدي حكينا انه ما لك حق تاخذ مثلك مثلنا، لانه بصراحه قسم كبير من هالصيغه والمصاري انت ما كنت معنا لما سرقناهم. حلو كتير، انا كنت مستنى تفتح معي الحديث ومنيح انك فتحته. شوف ادهم، انا بشوف انه هاي القسمه فيها عدل. كيف؟ لأنه هيك كان اتفاقنا وقتها كان عماد عايش الله يرحمه، وهيك رح يضل. بس هذا الاتفاق كان إذا رح نضل مع بعضنا البعض، بس حضرتك ناوي تنفصل عنا فالمفروض إنك تاخد حقك مو أكتر. واللي رح أخده حقي؟ لا مو حقك. أدهم لا تكون طماع، خلينا نقسم الصيغة. الله يعطيكم العافيه. صدقوني حاولت، يعني
حاولت انه ما نوصل للي وصلنا له مشانكم حاولنا، بس انا ما عدت قدرت ولا انكم عم تتجاوب. بابا انتو قبل سنتين كنتو كتير مناح، شو اللي صار؟ هدول مو سنتين بابا، هدول سنين، والاخطاء تراكمت وما عاد لا انا اتحمل ولا هي. لو كنتوا حاطين ببالكم كنتوا تحملتوا. سامر حبيبي، يعني هذا الموضوع ما بدنا نفتحه مره تانية، مياتنا خلصت نقطه وانتهى. شو لولو؟ لا تبكي، خلص حبيبي، بتقدر تشوفوني انت ما بدكم. خلص، انت دموعي غالي علي كتير. ام سامر، استري ما شفتي مني وديري بالك على الولاد، ولاحظي انك ما بتدي تطلعي من هذا البيت لحتى تخلص مدة العدة. هذا الشيء ما بيخصك. لا تنسي انه في عندك فترة محددة لتبيع البيت. عجلين ست رجال إلا إذا مليتي منا. لا، البيت بيتكم، تشربوا قهوة كمان بدنا سلامتك، وتحاولي تتذكري على أقل من مهلك، حاولي تعرفي إذا المفاتيح وقعوا بإيد حدا غيرك أنت والمرحوم. طيب مو جايز يكونوا فاتحين الباب بسلك معدني؟ أخي اختار الكيس اللي بيعجبك، وزهدي بياخد الثاني والثالث إلي. يعني هدول كلهم أتباعهم؟ ليكن قدامك، احملهم وزينهم بإيدك. والله لو كنت صايغ ومعك ميزان ما حيطلعوا قد بعض. الشغلة بالنظر يا أستاذ أدهم. إلك خلينا نخربطهم وبغمض عيوني وباخذ لي شي كيس، ولا انت تغمض عيونك وتاخذ لك شي كيس وانا مني لزهدي اصطفيل. اخي خود اللي بدك اياه وخلصني. ولا حركه ولا من حركه. ادعم ادعم، بدك تاخذ حصتي. خلص خدع حصتك على مصر ميه ولا انا بدي اخذ تاني منك، ولا نسيت شو عملت فيني ببيتك؟ بتقتلني قبل ما تضربني كف ولا. حلو، هي النفسية اللي بدي اياها انا، بدي انفك هذا اللي بالسما حطه تحت رجلي. عم تحلم ولك كنزير. في سؤال ما سألتوني اياه؟ خلص، اذا تضايقتي بنمشي. انا عندي احساس انكم عم تقضوا وقت معي لبين ما يرجع سامر، صح ولا مو صح؟ انتو بدكم سامر وجايين لتاخدو. ليش سامر شو عامل؟ ما بعرف، انتو اللي بتعرفوا. ست رجاء، انت متأكدة انه سامر بيشتغل مندوب مبيعات؟ هيك بعرف، بس اني متأكدة لا. بس شاكي انه له يد بسرقة البيت ومقتل زوجك. لا، قصدي شاكي انه هو اللي نسخ المفاتيح واعطاهم لرفقاته. ست رجاء، نحن واثقين انه الحرامية ما فاتوا على البيت ليقتلوا رامز، فاتوا ليسرقوا. صحيح عليهم، تخانقوا، قتلوه حتى ما ينفضحوا. يعني ابنك ما له علاقة بالجريمة، ابنك رح يتحاسب بس لأنه عطاه المفاتيح. انتو كيف عرفتوا؟ توعديني انك تتفهمي الموضوع وتصبري. احكي. ابنك يا ست رجاء ما بيشتغل مندوب مبيعات، ابنك فرد بعصابة سرقة. ردي على التليفون، وإذا سامر لا تفتحي له سيري إنه هون. أرد. مرحبا رجاء.
أهلين سيد عصام. أنا طلقت أميرة وتركت لها البيت ولا قاعد بالهوتيل. وليش طلقتها؟ يعني قلبك مو حاسك؟ من شاني؟ طبعا. تعرف عصام؟ أنا مستعدة موت ألف موتة وما برجع لك. رجاء؟ بعد كل اللي عملته، بعد ما هدمت بيتنا وضيعت مستقبل ولادي. رجاء أنا مستعد. والله لو بدك تشعل لي العشرة تعال تعال شوف ابنك سامر شو عامل. بابا. اهلا سيد عصام. عمليات حول